مرحبا بكم، كيف العادة في حصتك؟ اللي انتم دايما تبحتوها عبر الفيسبوك والانستغرام عن مريزي تي في. أصدقائي اليوم هاني جبت لكم رسائل كما وعدتكم في الحلقة اللي فاتت. يلا الرسالة الأولى. السلام عليكم، أنا راجع يونس لقمان، عمري سنتين وأحب عمو يزيد كثيرا، وأنا من ولاية البيض بلدية الأبيض. سيدي شيخ، أتمنى أن تقرأوا رسالتي وشكرا. شكرا لك يونس على هذه الرسالة يا صديقنا الوفي الكتكوت الصغير، نتحو التحية كبيرة كبيرة، وكذلك نتحو باباك وماماك اللي ساعدوك في كتابة هذه الرسالة، نتحو أهلك كذلك. نحبو بزاف بزاف، نحبو كامل أطفال ولاية البيض، نهديكم ألف ألف تحية. الرسالة الموالية. سلام عليكم، أنا ميدي محمد إياد من ولاية وهران، نتمنى تقرأوا رسالتي. نحب حصة عمو يزيد وأتمنى نحضر في حفل عمو يزيد وإن شاء الله المزيد من النجاح. وتحية كبيرة لماما وبابا وعائلتي حميدي. شكرا لك محمد على هذه الرسالة، نحب تحية كبيرة وشكرا لك. شكرا لك صديقنا محمد على هذه الرسالة الجميلة، نحبك بزاف بزاف، نتمنى لك كل التوفيق ونجاحات في حياتك ان شاء الله وفي دراستك خاصة. السلام عليكم، قناة عمو يزيد، أنا صلاح الدين من ولاية قلمة 16 سنة، وأحب قناة عمو يزيد وأرجو من القناة إرجاع أنمي بليتش والمزيد من الأنميات، وأرجو أن تقرأوا رسالتي وشكرا. شكرا لك صلاح الدين على هذه الرسالة، تحب تحية كبيرة وإن شاء الله عمو يزيد والطاقم يلبي طلبك ويرجع الأنمي بليتش. شكرا لك صديقنا صلاح الدين، شكرا على هذه الرسالة الجميلة، وأكيد أمنياتي كل طاقم قناة تلبيو الدعوة تاعك ويديرو كامل الأنميات تاعك حابهم والأنمي المفضل تاعك، بقى فقط وفي ومتابع لقناتنا ونديرولكم كل واش تحبو. يلا أصدقائي الرسالة الموالية. سلام عمو يزيد، أنا سيرين من ولاية البليدة، أحبك كثيرا وأحب فرح وكل الطاقم العمل، وأتمنى لكم التوفيق، وأتمنى أيضا أن تكون رسالتي من بين رسائل التي تعرضها في القناة الممتعة. هذه الرسومات أنا رسمتها شخصيا، أتمنى أن تنال إعجابك، أحبك يا عمو يزيد. شكرا لك سيرين على هذه الرسالة، أنا تانيس نحبك بزاف بزاف، ورسومات اللي عرضتيها بزاف شابين، أنا عجبوني كل طاقم عجبه. شكرا لك صديقتنا سيرين، عمو مليك بوليدة جميلة، نحبكم بزاف بزاف، نحبو كامل ناس ولاية بوليدة مدينة الورود، نعطيكم ألف ألف تحية. شكرا لك على هذه الرسالة، نحبك بزاف بزاف. سلام عمو يزيد، أنا زبيري ريتاج وإسلام، نحبك كثيرا ونتمنى أن نحضر معك في برنامجك ونسلم على ماما وبابا وشكرا. شكرا لكم ريتاج على هذه الرسالة، تحيك تحية كبيرة أنت وأخوك إسلام، تحية كبيرة كبيرة. شكرا لكم أصدقائي ريتاج وإسلام، ربي يحفظكم إن شاء الله ويوفقكم، وتحية كبيرة للأم والأب تاعكم، إن شاء الله ربي يحفظهم لكم وإن شاء الله يفرحوا بكم حياتهم كامل كامل، يشوفكم في أعلى المراتب إن شاء الله ناجحين. للأسف خلصوا رسائل تاع نهار اليوم، أصدقائي حنوعدكم الحصة القادمة حنجيب لكم بزاف من الرسائل. صديقتي أرنوبة، قولي لهم كيف سبحتونا باش نلقاو رسائل في حصة رسائلكم. أصدقائي لو سبحتونا رسائلكم ونلقاوكم في حصة مع صديقتي الفرح وصديقي رضا، عليكم تسبحتونا على صفحتنا على الفيسبوك أو على الانستغرام، وما تنساوش الضغط على زر الإعجاب. يلا إلى اللقاء، نحبوكم.